أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الريتش اند كونكت وركشوب. اليوم بدنا نقرأ قصة وبدنا نحكي عن أنشطة. اسم قصة اليوم هو الدب البني. الدب البني شو شايف؟ النشاط الأول هو عن الألوان. احكي مع أطفالك عن الألوان المختلفة اللي شفتيها من القصة، البني والأحمر والأخضر والأصفر. كل إشي اللي بدك إياه لهذا النشاط هو أوراق المختلفة الألوان وأشياء موجودة بالبيت. حطي الأوراق على الأرض أو على الطاولة، بعدين جيبي ألعاب وأشياء صغيرة وجمعيهم حسب اللون. اسألي سؤال مثل: أي حيوان كان أحمر في القصة؟ ما هو لونك المفضل؟ كيف تشعر لما بتشوف اللون الأصفر أو اللون الأزرق؟ النشاط الثاني هو عن الحركة. هاي حلوة لأنه تقدري تقرأي القصة وتتحركي بنفس الوقت. اقرأي القصة كمان مرة واستخدمي كل جسمك عشان تتصرفي مثل الحيوانات في القصة. الدب البني، الدب البني شو شايف؟ اسألي كيف تمشي مثل الدب؟ خليهم يفكروا ويتخيلوا. كيف تتحرك مثل دب بطيء؟ هسا اركضوا زي دب سريع. العصفور الأحمر، العصفور الأحمر شو شايف؟ اسألي كيف تتحرك مثل العصفور؟ كيف صوت العصفور؟ كيف يأكل العصفور؟ كيف ممكن تتحرك لو كنت عصفور؟ وعملوها لكل حيوان في القصة. النشاط الآخر هو عن العلم والألوان. لهذا النشاط راح تحتاجي سائل الجلي وملون أكل وصحن حليب. صب الحليب في الصحن حتى تغطي القاع. ضيفي شوية ملون بالحليب، بعدين صبي شوي من السائل الجلي وشوفي شو بصير. هسا اخلطي الالوان مع بعض. حلوة صح؟ كل مرة تقرأوا مع بعض حاولوا تتسلوا زي هيك. تقدري تلاقي كمان قصص على الفيسبوك بيج تاعنا وعلى الويب سايت تاعنا. مع السلامة.